بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلسنا 25 من مجالس التعليق على كتاب أستاذنا وشيخنا فخر الدين قباوة، كتاب إعراب الجمل وأشباه الجمل. ما زلنا نعالج مسائل إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وما زلنا في جملة جواب الشرط. نعم، ما زلنا في جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا. نعم، ووصلنا إلى مسألة في هذه الجملة. نحن قلنا إن جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا لا محل لها من الإعراب، أي لا تقدر بمفرد. وسألتني الأخت الأستاذة البارحة أنه ما المراد هنا بالمفرد الذي تتقدر به أصلاً؟ هو الفعل المضارع. يعني مثلاً عندما نقول مثلاً من يجتهد فهو الناجح، جملة هو الناجح هنا في محل جزم. لماذا؟ لأن الأداة جازمة من، والجملة وجملة الجواب قد اقترنت بالفاء، وهي هنا تقدر بالمفرد. هذا المفرد هو فعل مضارع مجزوم. من يجتهد فهو الناجح، التقدير من يجتهد ينجح. نعم. أما إن كانت جملة جواب الشرط الجازم غير مقترنة بالفاء أو إذا فلا محل لها من الإعراب. كنا نتكلم على حذف هذه الجملة، يعني قد تحذف جملة جواب الشرط، هل تقدر؟ نقل الشيخ عن جمهور البصريين أنها لا يجوز تقديرها صناعة، إذن في الصناعة لا يجوز أن تقدر. نعم، وهو يرد هذا القول، وما زلنا نتابع رد الشيخ على من يقول إن جملة الجواب إذا حذفت لا تقدر في الصناعة. وصلنا إلى الصفحة 8 بعد 100. نعم، وصلنا إلى الصفحة 8 بعد 100. طيب، كبر الصورة أكثر حتى تتضح للجميع إن شاء الله. تمام. طيب، إذا ما زلنا في حذف هذه الجملة، هل نقدرها في الصناعة أو لا؟ الشيخ حفظه الله قال نقدرها، لا بد من تقديرها صناعة، لكنه نبه على مسألة، قال ولا تنسى أن هذا التقدير عمل صناعي لا يعني وجوب اللفظ بالجواب المحذوف، فلقد حذف العرب ذلك الجواب اختصارا وإيجازا. إذا مثلا عندما في قوله تعالى فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين، جواب إن محذوف، يعني إن كنتم مؤمنين فاتقوا. إذا حذف الجواب هل نقدره في النطق أم في الصناعة؟ نقدره في التقدير الإعرابي فقط من حيث الصناعة، أما في الكلام فلا يجوز لك أن تنطق به. لماذا؟ قال لأن العرب حذفت ذلك الجواب اختصارا وإيجازا لدلالة ما قبله عليه. قال وذكره إنما هو ضرورة تقتضيها صورة التركيب الشرطي لفظا ومعنى، وشبيه بذلك تقدير الفاعل المستتر وجوبا للمخاطب، هذا كله قرأناه البارحة، وتقدير الفعل المحذوف الذي يفسره ما بعده نحو قول المجنون إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بريحك هادية. نعم، وقلنا الأصل إذا أدلجنا، أدلجنا فلما حذف الفعل انفصل الضمير المستتر، انفصل الضمير المتصل، إذا أدلجنا أدلجنا، حذف الفعل فانفصلتنا صارت نحن، إذا نحن أدلجنا. فهنا عندنا جملة أدلجنا الثانية، هذه مفسرة للفعل المحذوف. نعم، إذا لا نجمع بينهما لكن نقدر، نقدر من حيث الصناعة، أما الجمع بينهما فلا. وزعم أهل الكوفة أن المتقدم على أداة الشرط هو جوابها. إذن البصريون قالوا أن المتقدم هو دليل الجواب، لكن لا يجوز تقدير الجواب ولا صناعة. الكوفيون قالوا المتقدم هو الجواب، يعني أكرمك إن اجتهدت، عند الكوفيين أكرمك هو جواب إن.
قال: وزعم أهل الكوفة أن المتقدم على أداة الشرط هو جوابها في اللفظ والمعنى. لاحظوا هو يدقق هنا، لا تظن، قال: لا تظنن أن المراد في ذلك أنه في المعنى، لا، قال هم يقولون في اللفظ والمعنى. طيب لماذا لم ينجزم؟ إن هذه تجزم، ولم ينجزم أو يقترن بالفاء لأنه تقدم على الأداة وفعلها، أكرمك إن جئت، فلم يكن في حاجة إلى ذلك. إذن لما انفك من عهدة أن، لما انفك من رباط، من ارتباطه بإن، لما انفك من ارتباطه بإن لم يزم، لما قدم عليها نعم استساغ التمرد. لذلك قال أهل الكوفة إنه لا لم يزم. أليس جواب الشرط في بيت إذا نحن أدلجنا هو كفى؟ تمام صحيح، إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى. نعم الشيخ هنا لا يتكلم على جواب الشرط، لا لا، هو يؤنسنا بحذف الشيء لدليل يدل عليه. نعود إلى كلام الشيخ مرة أخرى، يعني نجيب عن سؤال الأستاذ. الشيخ هنا يقول هذا التقدير عمل صناعي، لاحظي، قال: وشبيه بذلك، بذلك التقدير، تقدير الفاعل المستتر وجوبا للمخاطب وتقدير الفعل المحذوف الذي يفسره ما بعده. إذا الكلام ليس هنا على قضية جواب الشرط. إذا صار عندنا مذهبان. قال: أما المبرد، قلنا يجوز في رأيه الفتح والكسر، فزعم أنه لم ينجزم أو يقترن بالفاء لأن أداة الشرط ضعفت بتقدم الجواب عليها عن العمل التام فأصبحت قاصرة عن جزم الجواب. المبرد له تعليل آخر، هو يقول إن الجواب هو المتقدم كالكوفيين، لكن تختلف جهتا القول. الكوفيون قالوا لما تقدم على أداة الشرط لم يعد هناك حاجة لأن يلزم. المبرد قال: لا، لما تقدم على أداة الشرط، على إن، ضعفت عن العمل فيه فاكتفت بالعمل بفعل الشرط. نعم، قال: فأصبحت قاصرة عن جزم الجواب ومحدودة بالعمل في فعل الشرط فقط، أي أصبحت مثل لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. ويجب حذف الجواب أيضا إذا اجتمع قسم وشرط وكان التقدم للقسم، نحو قول الشاعر: لعمري لئن كنتم على النأي والغنى بكم مثل ما بي إنكم لصديق. نعم يا كرام، أين الشرط والقسم اللذان اجتمعا؟ لعمري لئن كنتم على النأي والغنى بكم مثل ما بي إنكم لصديق. نعم، لئن، لئن، تماما. ما هذه اللام؟ موطئة للقسم. تماما، إذن هذه اللام موطئة للقسم، موطئة، مؤذنة، معلمة، ممهدة. اللام قبل إن هذه موطئة، يعني تؤذنك وتعلمك أن الجواب الذي سيأتي بعد هو للقسم لا للشرط. هذه اللام تؤذنك أن ما سيأتي بعد هو لها وليس للشرط، لأن القسم يحتاج إلى جواب والشرط يحتاج إلى جواب. ما المتقدم هنا؟ القسم. واللام هذه توطئ وتؤذن وتعلم أن الجواب له. فإذن إنكم لصديق جواب القسم. طيب أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ محذوف، محذوف لدلالة جواب، جواب القسم عليه. لدلالة جواب القسم عليه، يعني لئن، إن كنتم على النأي والغنى بكم مثل ما بي فأنتم صديق. وصديق يعبر بها عن المفرد والمثنى والجمع، يجوز أن تجمع لكن يعبر بها عن المفرد والمثنى والجمع. أنت صديق وأنتما صديق وهما صديق وأنتم صديق وأنتن صديق. نعم. طيب دليل آخر لعل قائل، هذا قياسي أو سماعي؟ قياسي أستاذي، إذا اجتمع القسم والشرط فالجواب للمتقدم منهما. ثم أستاذ مثلا لاحظ، يعني هناك دليل آخر على أن الجواب هنا للقسم لا للشرط. ما الدليل الآخر؟ حذف الفاء. تماما أستاذ محمود، يعني حذف الفاء. تماما بالضبط، لو كان الجواب للشرط لاقترنت الجملة بالفاء.
لو كان الجواب للشرط لاقترنت الجملة بالفاء. نعم، إذن إذا اجتمع القسم والشرط فالجواب للسابق. طيب الآن هذا قياسي كما قال أستاذ، نعم هو الكثير، هل يجوز العكس؟ يجوز على قلة. يعني هل يجوز أن أقول لئن كنتم على النأي والغنى بكم مثل ما بي فإنكم لصديق؟ يجوز، لكنه أقل من الأول، الأكثر الأول أن يكون الجواب السابق منهما. يا كرام، لئن كنتم على النأي، ما معنى على وبما نعلقها؟ على للمصاحبة أو الملابسة. تماما، على للمصاحبة. نعم، وألف النأي نائبة عن ضمير المخاطبة، على نأيكم أو نأيك. نعم، أي بالضبط، ربما عظمها، يعني خطب خطاب الجمع للتعظيم. لئن كنتم على نأيكم وغناكم بكم مثل ما بي إنكم لصديق. والجار، طيب الآن أين خبر كنتم؟ أين خبر كنتم؟ ما رأيكم؟ ها؟ تماماً، الجملة الاسمية بكم مثل ما بي، هذه الجملة الاسمية، خبر كنتم، كنتم بكم مثل ما بي. وعلى هذا الجار والمجرور على النأي لا يعلقان بالخبر، وإنما بما يعلقان، بما نعلق على النأي. نعم، ذكروا بحال محذوفة من الفاعل كما ذكر. بحال محذوفة من الفاعل، تماما، بحال محذوفة من الفاعل. عفوا، هنا سؤال. نعم صحيح. إنكم لصديقوا، هنا التعبير عن الجمع بصديق، هل هو سماعي أو قياسي؟ هو قياسي. تقصد أنه في غير هذه الكلمة؟ لا، ليس في كل كلمة. نعم؟ لا، ليس في كل كلمة كذلك، على نفس الوزن. ليس في كل كلمة. نعم. على نفس الوزن. نعم. لا، وإنما هي كلمات تسمع، مثلا سمع في صديق وسمع في، وهناك صيغ سمع يستوي فيها المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، لكن يعني ليس بينها صديق بمعنى، هنا بمعنى يعني بمعنى اسم الفاعل، فليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، لكن هذه الكلمة سمع فيها ذلك. نعم. طيب، لعمري لئن كنتم على النأي والغنى بكم مثل ما بي إنكم لصديق. قال وقولي جرير لمن راقب الجوزاء أو بات ليله طويل لليلي بالمجازة أطول. لاحظوا، لا من، اللام هذه كما قلنا موطئة للقسم. وأين جواب القسم حينئذ يا كرام؟ أين جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ اللام موطئة للقسم. تمام، لليلي بالمجازة أطول. المجازة اسم مكان، لليلي أطول. وقلنا الذي يدلنا على أن الجواب هنا للقسم لا للشرط جاءت اللام، لليلي بالمجازة أطول. ولو كان الجواب للشرط لقال، لقال ماذا؟ لو كان ليلي بالمجازة فليلي، وقد روي ذلك. لو رجعت إلى بعض كتب الأدب لوجدتها ترويه فليلي، فيكون هذا من القليل. نعم، فليلي بالمجازة أطول. قال وذلك لأن الجواب يروى كذلك. نعم. لعله يروى كذلك فمن راقب الجوزاء. فمن، هناك رواية فرواية البيت في الفاء، اقترن الفاء بالجوزاء. تماما، إذا روي بالفاء فيعني يكون مجيء اللام بعدها، إذا روي بالفاء في الأول واللام في الثاني، يعني بالفاء في الاثنين، في الاثنين، فحينئذ لا شاهد أصلا، لا شاهد أصلا. لكن يعني أنا أظن يعني بمراجعتي لبعض الكتب يروى لمن راقب الجوزاء وبات ليله طويل فليلي، يعني باللام في الأول والفاء في الثاني، فيكون اللام هذه زائدة للتوكيد، وما بعده فليلي، يعني الفاء رابطة لجواب الشرط، ويكون هذا من القلب. قال وذلك لأن الجواب يكون للقسم، وقد أغنى جواب القسم عن جواب الشرط فلا يجوز ذكره، ولكن لا بد من تقديره في الإعراب. إذن يجتمع القسم والشرط، نعطي الجواب للأول منهما، ثم
نقدر المحذوف. طيب إذا تقدم الشرط نعطيه الجواب. أقول مثلا إن تتقي الله والله يكرمك، الجواب للشرط لأنه المتقدم. طيب هل يصح أن أقول إن تتقي الله والله لا يكرمنك؟ هذا قليل ضعيف. نعم، هيأت إن، قدمت إن للعمل وهيأتها ثم قطعتها عن عملها. نعم. قال وكذلك الحال إن اجتمع شرطان ولم يكن بينهما حرف عطف أو رابط للجواب ولم يكن الثاني بدلا من الأول، يعني إذا اجتمع شرطان أيضا نحذف من الثاني منهما. قال نحو قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. قال فالجواب المذكور فيه هو للشرط الأول. أين الجواب المذكور ها هنا؟ تجدوا، أليس كذلك؟ تجدوا تماما. وقال هو جواب لإن الأولى. طيب الثاني حذف جوابه لدلالة جواب الأول عليه، لدلالة جواب الأول عليه. قال وجملته الشرطية في محل نصب حال من فاعل تستغيث، يعني من الواو، يعني إن تستغيثوا، قال والتقدير إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا، إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا. طيب قال فإن جعلت الشرط الثاني بدلا من الأول فلا حذف ولا تقدير لأن الجواب للأول والثانية تاب، أي ولأن الثانية والثانية تابع له لا يقتضي جوابا خاصا له. إذا لك أن تقول إنه بدل من تستغيث، وكرر إن لأنه بدل من فعل الشرط. قال ولا تقدير، فلا حذف ولا تقدير لأن الجواب للأول والثانية تابع له لا يقتضي جوابا خاصا. لكن يعني يبقى مشكلا يا كرام، يعني ألا ترون معي أن وجه التبعية مشكل وجه البدلية؟ يعني لو قال إن تستغيثوا بنا تذعروا، يعني تقول تذعروا بدل من تستغيثوا، مجزوم، مجزوم بالبدلية لأنه بدل، بدل من المجزوم. لكن إن تستغيثوا بنا إن تذعروا فكيف سيكون الإعراب؟ سنقول إن شرطية، أو سنقول إنها زائدة للتوكيد. يعني لا أدري هل ترون لهذا وجها؟ ما رأيكم أستاذ محمود الإخوة؟ يعني أنا لم يستقم عندي كثيرا بدل جملة من جملة. جميل أستاذ، لكن في هذا يعني في هذا في رأيي، يعني بحسب تصنيف الشيخ ودقته، فيه تدافع، في تدافع أستاذ. لأنه إن، إذا أعربنا إن الثانية شرطية فالجملة بعدها جملة الشرط غير الظرفي، فهل سنقول إن إن الثانية زائدة للتوكيد؟ يبدو أننا إذا قلنا بالبدلية فينبغي أن نقول إن إن الثانية يعني زائدة للتوكيد، أو نقول شيئا من هذا. لا أدري ما رأيكم. كأن المعنى على الحالية يعني. نعم. التقدير يعني هو الأولى كأنه. إن بمعنى إذ. تمام يا دكتور، هذا قول كوفي. نعم. هو قول كوفي صحيح، ذكره الكوفيون. ويعني لا أدري إذا كان ابن هشام قد انتقل، أنا نسيت. لكن ابن هشام رحمه الله يعني أنه ارتاح له في المغني. نعم، تكون شرطية نافية تزيد على هذه المعاني. هنا نعم، معنى قد. وزعم الكوفيون أنها تكون بمعنى إذ، وجعلوا من واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم نعم. قال وليست شرطيا، ان الشرط مستقبل هذه القصه قد مضت، واجاب الجمهور تماما. لا، هو لم ينتصر لهم هنا، لم ينتصر لهم. المهم يعني هو قول كوفي، هذا قول كوفي فيما احفظ. طيب
لكن يعني يبدو أن يعني وجه البدلية قلق إلا أن نجد حلا لإن الثانية، هذا الذي أظنه. قال وحكم التوكيد إذا كان شرط ثان توكيدا لفظيا للأول هو حكم البدل، هو حكم البدل يعني لا يقتضي جوابا. الشيخ يقول يحذف من الثاني ما يدل عليه الأول، إن تستغيث بنا إن تذعر تجد جواب لإن الأولى، وحذف من الثاني دلالة الأول. طيب إن جعلناه بدلا فحينئذ الثاني ليس له جواب أصلا. طيب إن جعلناه توكيدا كذلك، عفوا ليس هذا، إذا كان عندنا توكيد فكذلك لا يستحق جوابا. يعني مثلا إن تستغيث بنا تجد، الثاني توكيد لا يستحق جوابا. إن حرف تفسير، المشكلة أن هذا غير معهود فيها، لا يعهد في إن التفسير، فهذا ينبغي أن نأتي له بنظير. يعني هذا أبدل التركيب كاملا مع إن، ربما أبدل التركيب كاملا مع إن، ربما لا بأس. يعني الكلام مفهوم لكن الإشكال ما زال قائما في إن. قال فإن كان العطف بين الشرطين بأو فالجواب المذكور هو لأحدهما، واضح، وحذف جواب الآخر لدلالة المذكور عليه. نعم. وإن كان العطف بالفاء فالجواب للثاني، يعني عطفنا شرطا على شرط الأول بالفاء فالجواب للثاني، لأن الفاء تقتضي الترتيب وتقطع الصلة بما قبله، الفاء للترتيب والتعقيب، فيكون الجواب لما اتصلت به من جملة الشرط لا للتي قبلها وانفصل وفصل ما بينهما الفاء. قال وإن كان العطف بالفاء فالجواب للثاني وحذف جواب الأول، وإن كان العطف بالواو فالجواب لكليهما ولا حذف، الجواب لكليهما ولا حذف. يقول تميم بن أبي بن مقبل لولا الحياء ولولا الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عواري، لولا الحياء ولولا الدين عبتكما، اكتب البيت. نعم، لولا الحياء ولولا الدين، ولولا الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عور. لاحظوا، لولا الحياء ولولا الدين شرطان. طيب العطف بينهما بالواو والواو تقتضي الشركة، فحينئذ الجواب لكليهما. وإذاك تجدون شيخنا حفظه الله في المورد النحوي في تعليقه على هذا البيت يقول جملة عبتكما جواب شرطين غير جازمين، هكذا قال، جواب شرطين غير جازمين لا محل لها من الإعراب. نعم. قال وإن كان بينهما الفاء الرابطة للجواب فالجواب للشرط الثاني، والجملة الشرطية الثانية هي في محل جزم جواب الشرط الأول وليست مما لا محل له، نحو قوله تعالى يعني هي لها محل. لاحظوا فإما يأتينكم مني هدى، إن شرطية، وما هذه بعدها ماذا نعربها؟ فإما يأتينكم ماذا نعربها؟ زائدة، تماما، نعربها زائدة للتوكيد. إذن إن شرطية، طيب فإما يأتينكم مني هدى فهذه رابطة لجواب إن، ثم جاءت جملة شرطية فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، الجواب أكيد للشرط الثاني، والجملة الشرطية كلها في محل جزم جواب الشرط للأولى، في محل جزم جواب الشرط للأولى. هكذا نكون أتممنا الكلام بعون الله تعالى على جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا. صلة الموصول الجملة التاسعة، بقي لنا جملتان لننتهي إعادة الآية الأخيرة. طيب حاضر، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. لاحظوا يا كرام، إن هذه شرطية تقتضي جوابا، أين جوابها؟ جوابها من تبع هداي فلا خوف عليهم،
ما نوع الجواب؟ ما نوع جواب إن؟ جملة شرطية. جواب إن هنا جملة شرطية. نعم، جواب إن هنا جملة شرطية. وهذه الجملة الشرطية اقترنت بفاء الجزاء، الفاء الرابطة لجواب الشرط. نعم، فإذا هذا الجواب الأخير هو للشرط الأخير لمن؟ ثم الجملة الشرطية كلها في محل جزم جواب الشرط لإن. نعم، هل هذا واضح أو أعيد؟ هل هناك لبس في أمر ما فأعيده؟ نعم، واضح؟ تمام، أجمعين. طيب، الآن الجملة التاسعة، جملة صلة الموصول. قال: وهي الجملة التي تكون صلة لاسم موصول أو حرف مصدري. إذن جملة صلة الموصول ليس الموصول اسما فقط، بل يكون حرفا موصولا، وهو الأحرف المصدرية. نعم، سنأتي عليها بالتفصيل. قال: أولا الأسماء الموصولة: الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، الأولى، اللواتي، اللائي، اللاتي، من، ما، ذا، ماذا، ذو، أي، أير. والجمل التي هي صلتها لا محل لها من الإعراب، طبعا يستثنى منه ال، يستثنى منه ال، فال لا توصل بجملة، ال لا توصل بجملة، وإنما توصل بمشتق. نعم، لكن لماذا قال الشيخ هذا؟ هل الشيخ غافل عن هذه القضية؟ ما رأيكم؟ هل الشيخ لا يعرف هذه القاعدة؟ لا يعرف أن ال لا توصل بجملة؟ هل يجدع؟ تماماً أستاذ محمود، أحسنتم. بل توصل بجملة أحياناً، وأجاز بعض النحويين ذلك في النثر، أجاز أن توصل بالفعل المضارع، واختلفوا بوصلها في الجملة بالجملة الإسمية. إذن ال في الأصل توصل بمشتق، توصل بمشتق. تماماً دكتور، عند كثير من النحويين وصلها بالجملة، يعني بالجملة التي فعلها مضارع ضرورة، بالمضارع وغيره، وبعضهم يفرق. المسألة فيها تفصيل. فهو عندما قال والجمل التي هي صلتها، يريد أن يشير إلى أن ال أحياناً وإن كان في الضرورة تكون صلتها جملة. قال نحو قول الحطيئة: يا أيها الملك الذي أمست له بصرى وغزة سهلها والأجرع. واضح، جملة صلة الموصول: أمست له بصرى وغزته سهل. وقول المجنون: وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثى إلا بكى لي. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا بكى لي. والآية الكريمة: ربنا أرنا اللذين أضلانا. وقول الأخطل: هملتا لو ولد التميم لقيل فخر لهم صميم. هملتا يعني هملتا، هملتان، وهذه إحدى اللغات في اللتان، إحدى اللغات في اللتان حذف النون، وهي لغة بني الحارث وبعض ربيعة، لغة بني الحارث وبعض ربيعة حذف النون، فهي لغة لبعض العرب. هملتا لو ولد التميم. طيب، لأن اللتا اسم موصول والجملة بعدها صلة الموصول، ما نوع صلة الموصول هنا؟ من أي أنواع الجمل هي؟ شرطية سيدي. تماما هي شرطية. طيب السؤال: أين الضمير العائد على اللتا؟ ولدتهما تقديرها؟ تماما، ولدتهما يعني هما المرأتان اللتان لو ولدتهما. فإذا العائد هنا منصوب، إذا كان العائد ضمير نصب فإنه يحذف باضطراد بكثرة. هملتا لو ولد التميم لقيل فخر لهم صميم. وقول الحطيئة: وأرى الذين حووا تراث محمد أفلت نجومهم ونجمك يسطع. وقول الأخطل: على الأولى قتلوا عثمان مظلمة لم ينههم نشد عنه وقد نشدوا. على الأولى قتلوا عثمان، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأذاقهم حر نار.
قد فتحوا باب فتنة على العظيم على المسلمين لن يسد إلى يوم القيامة. على الأولى قتلوا عثمان مظلمة، طبعا مظلمة مصدر، وبالمناسبة يا كرام منعوا هذا المصدر، لا لكن لا تستعجلوا، مصدر ميمي لاحظوا المصدر الميمي يكون على وزن مفعل، يكون على وزن مفعل إلا إن كان مثالا واوي، يعني إلا إن كان واوي الفاء وفاء تحذف في المضارع، تمام. إذا كان مظلمة هذا مصدر عادي لأنه ورد في المعجم سماعا، في المعجم سماعا، لاحظوا المعجم في الأصل معني بالسماع، يقول ظلمه يظلمه ظلما ومظلمة أيضا، هكذا يقولون في المعجم، هذا مصدر عادي له لكنه جاء على هيئة قريبة من المصدر الميمي. نعم نعم هي بكسر اللام صحيح، ظلما ومظلمة. نعم. طيب سؤال، إذا جئت لتصوغ منه المصدر الميمي فماذا تقول؟ ماذا تقول؟ بفتح اللام سيدي، بفتح اللام. نعم بفتح اللام، وهذه فائدة، تقولون بفتح اللام إذا أردت المصدر الميمية فقله بفتح اللام. أما مظلمة فهي مصدر سماعي محكي في ظلمة. نعم نشدتك الله، يعني سألتك به. على الأولى قتلوا عثمان مظلمة لم ينههم نشد عنه، وقد نشدوا كثيرا أن يكفوا عن فتح هذا، عن فتح باب هذه الفتنة العظيمة بقتل سيدنا ذي النورين، لكنهم ما اتعظوا، أشقياء. على الأولى قتلوا عثمان مظلمة لم ينههم نشد عنه، ما معنى عن؟ ما معنى عن؟ نشد عنه. ما رأيكم يا كرام؟ أي تمام، هي بمعنى الباء. طيب يعني أي باء تعني؟ ما رأيكم؟ لم ينههم نشد عنه، يعني عن سيدنا عثمان، عن هنا للسببية، يعني لم ينههم نشد بسببه، يعني إن الناس قد نشدوهم وسألوهم بالله أن يكفوا بسببه، فهو أصل القصة سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله عنه ورفع مقامه مع النبيين والصديقين والشهداء، لم ينههم نشد عنه وقد نشدوا، يعني نشد بسببه وقد نشدوا. لماذا لا تكون على بابها؟ يعني معنى المجاوزة بعيد أستاذ محمود، هل تراه قريبا؟ يعني لم أفهم، لم ينههم نشد بسبب عثمان، يعني لاحظ أستاذي هم لماذا نشدوا، لماذا سألوهم بالله في أي قضية، يعني ما السبب الذي دعا الناس أن يسألوهم بالله أن يكفوا، يعني ما الحامل لهم على ذلك، أليس سيدنا عثمان؟ نعم. والله أعلم، يعني معنى السببية يعني أظهر من معنى المجاوزة المجازية. نعم أنشدك يتعدى بالباء دكتور، نشدتك الله وبالله، تمام دكتور، هذه يعني المنشد به هو محذوف بالله، يعني نشد بالله، نشدتك الله وبالله، أو أنشدتك إلى آخره، نشدتك الله وبالله، هو هنا محذوف أصلا غير مذكور، أما عن فلا علاقة لها بالبائها هنا، واضح؟ نعم. أليس ممكن أن ينههم عنه نشد؟ طيب يكون متعلقا بالفعل ينههم، جيد هذا معنى آخر، جيد تمام دكتورة، يعني لم ينههم عن قتله، جيد، وحينئذ أستاذ محمود يتوجه القول بالمجاوزة المجازية، ما رأيكم أستاذ محمود؟ يعني لم نعم ممكن، هم يقولون أيضا أن نعم
تفضل. انه لم ينههم عن قتله. تفضل استاذي. نعم ممكن هكذا صحيح. طيب. هم يقولون ان المعنى الاصلي للحرف كانه لا يفارقه، وان كان معناه السببي يبقى شيء من معنى المجاوزه فيه. صحيح صحيح صحيح، لكن لا هذا فعلا متوجه اكثر، يعني لم ينههم عن قتله نشد وقد نشدوا. تمام ممكن هذا ايضا، هذا وارد جدا بل هو اظهر. طيب يقول ايضا وقول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واللائي يئسن من المحيض، وقول يزيد بن الحكم يقول الخنا وابغض العجم ناطقا الى ربنا صوت الحمار ليجدع، الاسم موصول وصله الموصول جمله ليجدع، وقول ليلى الاخيليه اقسمت ابكي بعد توبه هالكا واحفل من دارت عليه الدوائر، فلا الحي مما يحدث الدهر سالم ولا الميت ان لم يصبر الحي ناشر. نتابع لكن عليكم يعني لو تحتملونني نتابع بعد ربع ساعه ان شاء الله تعالى، اذا احتملتموني اكرمكم الله. انتهى مجلسنا هذا، وان شئتم تابعنا مجلسا اخر بعد ربع ساعه تقريبا، يعني قبل العاشره خمس دقائق. على بركه الله سيدي اكرمكم الله. اللهم امين واياكم ان شاء الله. الله يسلمكم يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله. انتهى الوقت ومضطروا للإغلاق.